اجتماع ما بين مرتضى منصور وشركه بناء فرع 6 اكتوبر غدا بكره ان شاء الله. الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك هيقعد ويعقد اجتماع مع الشركه اللي هتنفذ فرع نادي الزمالك ان شاء الله في 6 اكتوبر، واللي على هامشها هيكون فيه استاد عالمي وفندق. ده الكلام اللي طرح من المستشار مرتضى منصور. هيبقى فيه اجتماع بكره عشان يتم اتخاذ خطوات جديه بشان هذا الموضوع، وبناء استاد الزمالك وبناء الفندق اللي هيكون موجود لاقامه فرق نادي الزمالك. امبارح